اهلا بيكم وحلقه جديده من ماده العلوم للصف الاول الاعدادي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. احنا النهارده مش بس هناخد حلقه جديده، احنا كمان هنتكلم عن وحده جديده. احنا خلاص الحلقات اللي فاتت يا سنه اولى خلصنا الوحده الاولى اللي بتتكلم عن الماده والذره وتركيبها اللي هو الجزء الخاص بالكيمياء. المره دي بقى او الفتره اللي جايه دي الحلقات اللي جايه هنتكلم عن وحده بتتكلم عن الطاقه بانواعها بمصادرها بصورها المختلفه، وطبعا هيكون التركيز اكتر او الطاقه الحراريه هيكون ليها النصيب الاكبر من الشرح باذن الله. يلا بينا بقى عشان نتعرف على الطاقه ونعرف مصادرها وصورها المختلفه. يلا نبدا حلقتنا. زي ما قلنا يا سنة أولى إن احنا هنبتدي بإذن الله وحدة جديدة بتتكلم عن الطاقة. قبل ما نتكلم عن مصادر وصور الطاقة المختلفة لازم نفهم مع بعض يعني إيه طاقة، وعشان نفهم مفهوم الطاقة وبتيجي إزاي وبتأثر إزاي على حياتنا برضو اليومية، ودايما نربط كل حاجة بندرسها في العلوم بحياتنا اليومية، ودايما نحاول نطبق كل المعلومات اللي بناخدها ونشوفها هي مرتبطة معانا في الواقع إزاي، هل مرتبطة بالشكل الفلاني أو بالظاهرة العلانية وهكذا. فتعالوا كده مع بعض نفكر في السؤال ده عشان نقدر نعرف مفهوم الطاقة. السؤال بيقول ايه يا سنة أولى؟ هل يوجد تشابه بين الوقود والغذاء؟ الوقود ده اللي احنا بنقصد بيه البنزين اللي بنفول بيه العربيات بتاعتنا، والغذاء طبعا اللي احنا بنتناوله بشكل يومي ولازم نتناوله بشكل يومي تقريبا، ما ينفعش ان احنا ما ناخدش يعني اكله كده بجميع انواع مختلفة. او ممكن عشان نقرب السؤال اكتر نسأله بطريقة تانية، ليه دايما العربية لازم نزودها بالوقود وليه دايما احنا كبني ادمين لازم نتناول الغذاء؟ هل في علاقة ما بين الاتنين؟ زي ما احنا شايفين كده في الصور، ادي صورة واحد بيمون العربية بتاعته والصورة التانية مختلف الاكل اللي احنا بناكله بشكل يوم، يا ترى هل في علاقة ما بينهم؟ الحقيقة الاتنين يا سنة اولى ليهم دور مشابه، يعني الوقود وشغله جوه جسم السيارة مشابه جدا جدا لدور الغذاء جوه جسم الانسان. ازاي؟ الحقيقه زي ما احنا خدنا قبل كده في المرحله الابتدائيه ما كنتوا بتدرسوا الجهاز الهضمي، عرفنا ان الغذاء لازم يحصل له احتراق عشان يتهضم وعشان نستفيد منه وجسمنا يمتص كل المواد الغذائيه اللي فيه. بنفس الشكل برضو الوقود بيحترق داخل السياره، سواء احتراق الوقود او احتراق الغذاء داخل اجسامنا نتيجه لعمليه الاحتراق دي بتنتج طاقه حراريه هايله. الطاقه دي بتمكننا من الشغل، بتمكن العربيه انها تتحرك وبتمكننا احنا نتحرك ونطلع وننزل وننام ونشتغل ونروح المدرسه وكل الانشطه اليوميه اللي احنا بنقوم بيها. يعني تاني الوقود او الغذاء لما بيحترقوا بيحصل لهم ايه؟ بينتج عنهم طاقه. الطاقه دي بتخلينا نعمل ايه؟ بتخلينا نشتغل، بتخلينا نتحرك وبالتالي نبذل شغل. ومن هنا جه مفهوم الطاقه يا سنه اولى اللي هو ايه؟ القدرة على بذل الشغل أو إحداث تغير. أنا عشان الألم ده أحركه من مكانه هنا، أو عشان أقدر أقوم وأتحرك أمشي أجري أخرج وأدخل كل الأنشطة اللي ممكن تتخيلوها لازم يكون عندي طاقة. يبقى تاني مفهوم الطاقة إيه؟ القدرة على بذل الشغل أو إحداث تغيير. طب يعني إيه شغل؟ دي بقى الكلمة الجديدة علينا، يمكن أنتوا خدتوا في ابتدائي الاحتراق الوقود واحتراق الغذاء والأجهزة الجسم وخدتوا برضو الطاقة، لكن ما خدتوش كلمة شغل. كلمة شغل دي جديدة علينا. عشان نفهم معنى الشغل تعالوا كده نفكر مع بعض في الصور اللي جاية. زي ما احنا شايفين يا شباب قدامنا ثلاث صور على الشاشة وبيقول لي من بذل شغلا. أول صورة لشخص قاعد على اللابتوب بيشتغل، وتاني صورة لشخص بيحاول يزق حيطة، اللي قدامنا ده جدار أو حائط، وتالت صورة شخص أو عامل بيزق عربية عليها أحجار أو فحمة أو أيا كانت الحاجة اللي هو بيشتغل فيها يعني. فهنا بيقول لي يا ترى مين في دول بذل شغل؟ طب بذل شغل ولا بذل جهد؟ هو في فرق؟ الحقيقة في فرق. خلينا نتفق التلاتة بيبذلوا جهد كبير. اللي قاعد على اللابتوب ده قاعد بيشتغل، هو ما بيتحركش، مفيش اي حاجه بتتحرك معانا في الصوره دي، لكن هو بيبذل جهد عقلي او جهد ذهني او جهد يدوي لو بيحرك بيعمل تايبنج او بيكتب على الكيبورد. الشخص التاني اللي بيزق الحيطه بكل قوته وبايديه الاتنين برضو بيبذل جهد عضلي. الشخص الاخير او العامل وهو بيزق العربيه اللي عليها الحاجات برضو بيبذل جهد عضلي. بس انت ما قلتلناش يا ميس برضو هو مين فيهم بذل شغل؟ قال لك اللي حرك الحاجه اللي بيشتغل فيها او بيشتغل عليها هو ده اللي بذل شغل. هل الشخص اللي قاعد على اللابتوب في حاجه اتحركت او اتغيرت مكانها؟ لا،
يبقى هو هنا بذل جهدا فقط ولم يبذل شغل. طب الشخص اللي عمال يزق في الحيطه هو تعبان وتلاقيه بيعرق وتعب وعمال بيبذل جهد كبير وعمال يزق في الحيطه، بس الحقيقه الحيطه محتاجه قوه اكبر ومحتاجه اجهزه مختلفه عشان نزقها او نكسرها او نحركها، احنا كبني ادمين ما نقدرش. وبالتالي هنا برضو الشخص مادام الحائط لم يتحرك من مكانه يبقى لم يبذل شغل. لكن الشخص العامل الاخير ده اللي بيزق العربيه لقدام وبتتحرك للامام في اتجاه حركته، هو ده بقى اللي بذل شغل. ليه؟ لان الجسم اللي هو بيحركه او بيزقه اتحرك. وبناء على الكلام ده يا سنه اولى، احنا هنا امتى اقول ان بوزل شغل؟ قالك لما تاثر قوه على جسم ما وتحركه مسافه او ازاحه في في نفس اتجاه المسافه، في نفس اتجاه القوه. طبعا المسافه او الازاحه انتوا هنا كطلبه في الصف الاول اعدادي مش محتاجين تميزوا قوي ما بينهم او نحاسبكم قوي عليها، لكن طبعا باذن الله لما نروح بقى سنه ثالثه وناخد الكيميائيات الفيزيائيه بانواعها هنعرف ان في فرق ما بينهم، تمام؟ فهنا المفروض يكون الكلام الاوضح او الكلام العلمي ان هو يكون ازاحه مش مسافه، بس احنا بنعتبرهم واحنا لسه في سنه اولى اعدادي ان هم حاجه واحده. يبقى تاني، امتى اقول ان الشخص بذل شغل؟ لما يكون في قوه باثر فيها على الجسم والجسم ده مكانه يتحرك، يعني الالم اللي معايا ده انا حطاه مكانه اهو، هل الالم يقدر يتحرك مكانه لوحده؟ لا طبعا، ده جماد، فمجرد ان انا حركته وحطيته كده انا كده بذلت الشغل، حتى لو شغل بسيط، حتى لو حاجه جهد بسيط مش حاجه كبيره، ما دام في مسافه اتقطعت، مسافه من النقطه دي للنقطه دي، يبقى كده انا بذلت الشغل. وبناء عليه يا شباب الشغل هنا كده بيعتمد على كام حاجه، على حاجتين، القوه، لازم يكون عندي قوه عشان اشيل او احرك الجسم، وتاني حاجه ان انا اقطع مسافه او احرك الجسم مسافه بعيد عن المكان اللي هو كان فيه. والكلام ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا الحقيقه تعالوا نشوف الصوره دي بلعبه شهيره جدا 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 اسمها الجله، لعبه الجله او رمي الكره او الجله بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وده شفناه قريب قوي في الاولمبيات لو كنتوا بتتابعوا الاولمبيات في الصيف اللي كانت في اليابان في طوكيو. اللعبه دي يعني بتبقى المسابقه فيها عباره عن ايه؟ او مين اللي بياخد الميداليه الذهبيه ومين بياخد الميداليه الفضيه؟ اكتر واحد بيرمي الجله لمسافه بعيده قوي هو ده اللي بياخد الميداليه الذهبيه، واللي بعديه الاقل الفضيه، وبعديه البرونزيه، واللي خرج بره السباق خلاص يبقى ده عملها مسافه قليله. ليه بيدوا الشخص اللي حدف الجله ليه مسافه اكبر هو اللي بيدوا له ميداليه ذهبيه؟ لان معنى كده ان هو اكتر واحد فيهم بذل شغل وكان عنده قوه كبيره تمكنه ان هو يحذف الجله ويبعدها لمسافه كبيره. يبقى احنا يا سنه اولى لو عايزين نعمل قانون للشغل في الحاله دي بنقول الشغل بيساوي القوه في الازاحه، وممكن نقول القوة في المسافة زي ما قلنا، مش هندقق قوي في الموضوع دوت في أولى إعدادي. القوة في الإزاحة. لازم كمان نعرف إن إحنا إن شاء الله الدرس ده في الحلقات اللي جاية بإذن الله هيبقى فيه مسائل، فيه قوانين، وفيه وحدات قياس، فلازم نركز قوي مع بعض إن شاء الله الدنيا تبقى بسيطة، لكن يبقى فيه ممارسة وفيه تدريب كتير وفيه مذاكرة نقطة نقطة. فلازم نعرف وحدة قياس كل إيه؟ كل كمية من الكميات دي. الشغل يا شباب زي الطاقة وحدة قياسه بقيسها بالجول، القوة وحدة قياسها نيوتن، الإزاحة أو المسافة المتر. فأنتوا جديد عليكم قوي وعن أنتوا تسمعوا كلمة جول ونيوتن، لا خلي بالكم عشان هنسمعها كتير الفترة اللي جاية. يبقى زي ما احنا شايفين الشغل وحدة قياسه جول، القوة نيوتن، والمسافة بالمتر أو الإزاحة بالمتر، تمام؟ طيب زي أي قانون فاكرين كنا بنعمل إيه لما بنشوف أي قانون كده؟ بنعمل له الايه؟ المثلث. برافو عليكم. فاكرين الكثافه لما عملنا له مثلث وقلنا لاننا وارد جدا في اي مساله ما يطلبش مني الكميه اللي احنا بنتكلم عنها الشغل، لا ممكن يطلب مني القوه، ممكن يطلب مني الازاحه. ففي الحاله دي دايما احط القانون في مثلث زي ما احنا شايفين، الشغل اهو فوق، الشغل بيساوي ايه؟ القوه في الازاحه. ودايما الكميه اللي انت عايز تعملها حط ايدك عليها، لو انا عايزه القوه يبقى احط ايدي على القوه كده واخبيها يبقى تساوي الشغل على الازاحه، لو انا عايز الازاحه يبقى الشغل على القوه، لو انا عايز الشغل يبقى القوه في الازاحه، تمام يا شباب؟ كده الدنيا تبقى بسيطه جدا. تعالوا ناخد مثال بسيط نطبق عليه الكلام ده. دفع احمد كره بقوه مقدارها 30 نيوتن، 30 نيوتن وحده قياس القوه، يبقى دي القوه، فتحركت مسافه 4 متر. احسب مقدار الشغل المبذول. هو عايز ايه؟ عايز الشغل المبذول، يبقى على طول احط قانون الشغل، الشغل بيساوي ايه؟ القوه في المسافه او القوه في الازاحه، وابتدي اعوض. القوه هنا مديها لي ب 30
والمسافة 4. 30 في 4 بكام يا شباب؟ ب 120. وطبعا لازم نحط وحدة القياس الشغل زي وزي جميع أنواع الطاقات وصورها بيبقى وحدة قياسه الجول. أتمنى كده يا شباب نكون فهمنا الفرق ما بين الشخص اللي بيبذل شغل والشخص اللي ما بيبذلش شغل. تاني هيبقى العامل الرئيسي هنا ان الجسم بيتحرك، يعني مثلا يقول لك ايه، واحد بيحاول يزق الهرم، هرم خوفه مثلا او ابو الهول، هل هو كده بذل شغل؟ حتى لو جاب كل القوة اللي عنده بس مش هيقدر، الموضوع اكبر منه واكبر من طاقته واكبر من قوته، فطبعا ده ما بذلش ايه، ما بذلش شغل. تمام يا شباب؟ تمام. طيب احنا تعالوا بقى نشوف كده، احنا خلاص عرفنا يعني ايه طاقة، وتاني بنأكد على تعريف الطاقة او مفهومها، القدرة على بذل الشغل او احداث تغير. طب يا ترى الطاقة دي احنا بنجيبها منين؟ ويا ترى الطاقة دي صورة واحدة ولا صور مختلفة؟ تعالوا مع بعض نشوف فيديو من بنك المعرفة علشان نعرف اكتر عن الطاقة. كما تعلمنا سابقا فإنك تحتاج إلى الطاقة لبذل الشغل أو إحداث تغيير، ولكن ما مصادر الطاقة؟ قم بالضغط على التالي لنتعرفها معا. الشمس هي مصدر دائم للطاقة، وكذلك الرياح ومساقط المياه تعتبر مصادر متجددة للطاقة، بينما الوقود والطاقة النووية تعتبران من المصادر غير المتجددة للطاقة. نحصل أيضا على طاقتنا من الطعام من خلال التفاعلات الكيميائية. من الممكن أن تأخذ الطاقة صورا عديدة، فتوجد الطاقة الميكانيكية وهي مجموع طاقتي الوضع والحركة. توجد أيضا الطاقة الضوئية والطاقة الصوتية، كما توجد الطاقة الكهربائية والطاقة الكيميائية، وكذلك من صور الطاقة الطاقة الحرارية والطاقة النووية. زي ما شفنا مع بعض الفيديو قال لي ان في مصادر مختلفة للطاقة، بس لو تخلي بالكم ان احنا ممكن نصنف المصادر دي بناء على اللي احنا شفناه في الفيديو لثلاث انواع من مصادر الطاقة. مصدر دائم وده لا ينضب ما بيتغيرش الى ان يشاء الله، يعني ان حاجة تتغير فيه، وهو الشمس. الشمس معانا دايما كل يوم، ما بتزهقش مننا، ما بتاخدش اجازة، موجودة يعني ربنا يخليها لنا، وبتدينا ضوء وحرارة، وهي تعتبر المصدر الرئيسي لكل الطاقات على سطح الارض. زي كمان قال لي ان في مصادر متجدده، متجدده يعني بتجدد من نفسها وموجوده على طول، ما بتخلصش لانها بتتجدد، زي المياه والرياح. وكمان في مصادر غير متجدده، يعني موجوده بكميات محدوده وممكن مع الاستهلاك مع الوقت يحصل لها ايه؟ ان هي ايه؟ تخلص، زي الوقود بجميع انواعه، زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. يبقى نخلي بالنا ان المصادر بنصنفها لثلاث انواع يا شباب، دائم ومتجدد وغير متجدد. كمان ممكن نصنف المصادر دي لنوعين، مصدر نظيف او مصدر غير ملوث للبيئه، ومصدر ملوث للبيئه، زي مثلا الشمس، الرياح، المياه، كل دي مظاهر او مصادر طبيعيه غير ملوثه للبيئه. عشان كده دايما الدول المتقدمه او اي دوله عايزه تتقدم بقت دلوقتي بيجروا ان هم ازاي يستغلوا طاقه الشمس وطاقه المياه وطاقه الرياح. ليه؟ لانها من ناحيه المصادر دي موجوده فهي رخيصه، انا مش هدفع ثمن ليها، ومن الناحيه الثانيه المصادر دي طبيعيه وغير ملوثه للبيئه، على عكس الوقود بانواعه اللي هو من ناحيه ان هو محدود يعني هيخلص مع الوقت، او من ناحيه ثانيه كمان ان هو ممكن احتراقه بيسبب لي تلوث للبيئه. كمان شفنا في الفيديو مصادر كتير او صور كتير للطاقه، قال لك ان في طاقة ضوئية، طاقة صوتية، طاقة كهربية، طاقة كيميائية، نووية، إلى آخره، حاجات كتير. وكمان في من ضمن برضه مصادر الطاقة نخلي بالنا الطاقة النووية أو الوقود، والطاقة النووية دي بنجيبها من الذرة ومن التفاعلات الكيميائية. كل دي مصادر وصور مختلفة. إحنا بقى هنتكلم في درسنا هنا على ثلاث صور فقط من صور الطاقة، وهي طاقة الوضع وطاقة الحركة والطاقة الميكانيكية. هنتكلم عن كل طاقة بشكل مفصل، هي إيه؟ بنجيبها إزاي؟ نحسبها إزاي؟ هل يا ترى الوضع طاقة الوضع ليها علاقة بطاقة الحركة؟ وهل الطاقة الميكانيكية ليها علاقة بالوضع والحركة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه على مدار حلقتنا، تمام؟ تعالوا بقى يا شباب نشوف الصورة اللي قدامنا دي، عشان احنا اول حاجة هنتكلم عنها هي طاقة الوضع. الصورة اللي احنا شايفينها دي عبارة عن ايه؟ رف كده فيه كتب. تخيل كده ان انت كنت واقف قدام الرف ده وخدت الكتاب الاول اللي هو الازرق على اليمين، خدته وفتحته وتصفحته وبعدين رجعته تاني على الرف. في اي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش. لكن وانت واقف برضو الكتاب ده وقع على رجلك، كتاب كبير خلي بالكم وضخم، عارفين اللي هي المجلدات دي، الكتاب ده وقع على رجلك، يا ترى الكتاب هيوجعنا؟ هيوجع رجلك وما وقع على رجلك ولا لا؟ هيوجع رجلك. طب الكتاب جاب القوه دي منين؟
او جاب الطاقه دي منين. مش بس كده، الكتاب كمان لما لو وقع حتى على الارض وما وقعش على رجلك هيعمل صوت كبير. طب جاب الطاقه دي منين للصوت ده؟ قال لك الحقيقه الكتاب اكتسب منك او خزن من حركه ايدك طاقه. ازاي الكلام ده يا شباب؟ يعني تخيل الكتاب هو موضوع الرف، ما فيهوش اي مشكله، لما انا خدته بايديا كده من على الرف وحركته، ايدي عملت شغل او فيها طاقه ومسكته كده، فالكتاب خزن من حركه ايدي دي كميه الطاقه دي، وبعدين لما حطيته خزنها في صوره طاقه انا مش شايفاها. الطاقه دي سميناها طاقه وضع. عشان كده لما جه وقع على رجلي وجعتني بناء على الطاقه اللي اتخزنت جوه الكتاب. لو ما فيش لو ما فيهوش طاقه كان هيعمل ايه؟ كان هيوجع رجلي ازاي او هيعمل الصوت الكبير ده؟ مش بس كده، اقبض ليه ان هو خزن الطاقه هعمله ايه؟ تخيل كده لو انت مسكت الكتاب وفضلت شايله او رافعه كده على ايدك مسافه كده عن الارض، بعد فتره ايديك هيحصل لها ايه؟ ها، برافو عليك، وهتوجعك، هتنمل. ما هو معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت بتبذل شغل، والشغل ده بيتخزن جوه الكتاب. الكتاب عمال يمتص الطاقه دي ويخزنها في صوره طاقه اسمها طاقه الايه؟ طاقه الوضع. فطاقه الوضع موجوده فعلا يا شباب، لكن احنا مش بنشوفها، هي تعتبر طاقه كامنه او طاقه داخليه. وبناء عليه انا ممكن اعرف طاقه الوضع يا شباب او المفهوم بتاعها يكون ايه؟ هي الطاقه المختزنه نتيجه شغل مبذول عليه. طاقة الوضع بتيجي نتيجة، بتيجي ان في سبب، في حاجة حرك في جسم حد حركه او رفع عن الارض او الى اخره. يبقى دايما طاقة الوضع هي طاقة داخلية كامنة مختزنة انا بشوفهاش، بتيجي نتيجة ان انا بذلت شغل على الجسم فخزن الشغل ده او امتصه في صورة طاقة ايه؟ في صورة طاقة وضع يا شباب. طب تعالوا نشوف كده السؤال اللي احنا دايما معانا، اي مفهوم بيجي له دايما سؤال ما معنى ان او ما المقصود به، ما معنى ان طاقه وضع كره 50 جول. احنا خلاص تعودنا على السؤال ده، ان انا بشيل مفهوم طاقه الوضع او الكثافه او الشغل او اي كان الحاجه واحط ايه التعريف بتاعه. يبقى هقول له اي ان الطاقه المختزنه، مش هقول بالجسم بقى، هو بيقول لي كره او ايا كان الحاجه اللي هو محددها اروح حطها، اي ان الطاقه المختزنه داخل الكره نتيجه شغل مبذول عليها بتساوي 50 جول. تخلوا بالكم وحده قياس هنا طاقه الوضع ايه؟ جول. يبقى اي طاقه هنتكلم عنها في الحلقات الجايه دي هتبقى وحده قياسها كلها بايه يا شباب؟ بالجول. تمام. طب يا ترى طاقه الوضع دي هل في حاجه بتاثر عليها؟ هل في حاجه بتزودها بتقللها؟ طبعا في عوامل بتاثر عليها. عشان نعرف العوامل دي تعالوا كده نعمل نشاط بسيط. شايفين الصورة اللي قدامكم؟ دوت ولد وماسك كور. طب ايه النشاط؟ عبارة عن ايه؟ الاول تخيلوا كده ان الترابيزة فاضية والاربع كور دول اربع كور مصمطة، يعني كرة تقيلة مش خفيفة، مش بلاستيك يعني، ومحطوطة على الارض. وقال لك ايه؟ ارفع كده الكرة الاولى لوحدها وحطها على الترابيزة، وبعدين ارفع كورتين مع بعض، بعدين ارفع التلاتة، ارفع الاربع كور مع بعض. يا ترى احساسك ايه وانت بترفع الكرة الاولانية لوحدها؟ طب والكورتين؟ طب الاربعة؟ دراعك هيوجعك؟ هتحس بتقل او في وزن كده مأثر عليك؟ قال لك ايه اللي بيحصل؟ وكل مرة دراعنا بيتقل اكتر، من كل ما عدد الكور يزيد بحس ان انا ببذل شغل اكتر. قال لك وطبعا الشغل الاكتر ده بيتخزن جوه الكور في صورة ايه؟ برافو عليك، طاقة وضع. قال لك يبقى كده في علاقة ما بين وزن الأجسام وطاقة الوضع. بمعنى كل ما يكون وزن الجسم كبير كل ما تكون طاقة الوضع كبيرة، كل ما يقل الوزن طاقة الوضع إيه؟ تقل. يعني العلاقة علاقة إيه؟ برافو، طردية. علاقة إيه يا شباب؟ طردية. نخلي بالنا لو أي متغيرين ماشيين مع بعض بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض دي اسمها علاقة طردية، لكن لو ماشيين عكس بعض، لو ده زاد ده بيقل، تبقى دي علاقة إيه؟ عكسية. يبقى يا شباب انا اقدر اقول ان اول عامل بيأثر على طاقة الوضع هو وزن الجسم، وزن الجسم وعلاقته بيه طردية. طب هو ايه الوزن ده يا مس ونجيبه منين؟ الحقيقة وزن الجسم ليه قانون بيقول لي الكتلة في عجلة الجاذبية، الكتلة اللي هي كتلة الجسم اللي بقيسها بوحدة قياس. لو انتوا فاكرين الكتلة دي خدناها فين قبل كده؟ ها، افتكروا كده معانا، برافو، في قانون الكثافة. لما قلت ان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، الكتله مكمله معانا اهي، وقلنا ساعتها ان وحدتها جرام او كيلو جرام. امال ايه عجله الجاذبيه؟ انا عارفه ان الدرس المره دي يمكن في مصطلحات جديده عليكم شويه. ايه عجله الجاذبيه؟ احنا كلنا عارفين يا سنه اولى ان الارض ليها جاذبيه ارضيه. بجيب الوزن ازاي؟ بحسب حاجه اسمها الكتله في عجله الجاذبيه. ايه ده، هو في فرق كده ما بين الوزن والكتله؟ تمام، في فرق ما بين الوزن والكتله. الحقيقه فيه، بدليل لما اجي مثلا انت تدخل صيدليه او حاجه عشان توزن نفسك تقول لك انا عايز اوزن نفسي، انا عايز اعرف وزني. لا،
انت كده المفروض تقوله انا عايز اعرف كتلتي قد ايه، لان هنا الوزن الجسمي يا شباب وحده قياس نيوتن، الكتله كيلو جرام، عينه الجاذبيه متر على ثانيه تربيع، يعني في فرق ما بين وحده الوزن ووحده الكتله. فبعد كده ما تجيش تضغط تقول انا عايز اوزن نفسي، انا عايز اعرف كتلتي كام، لان هو ده الصح. انت مثلا 60 كيلو او 50 كيلو، يبقى ده بالنسبه لوزن الجسمي يا شباب. طب تعالوا كده عشان نعرف الوزن اكتر نشوف الايه السؤال ده، اي الكرتين تختزن طاقه وضع اكبر ولماذا؟ جايبين كرتين، كره اكس وكره واي، بس كره واي شكلها ايه بمجرد النظر؟ كبيره شويه، كره اكس صغيره شويه. فبقول يا ترى مين اي واحده فيهم، هما الاثنين على ارتفاع واحد 2 متر و2 متر، اي واحده فيهم هيكون بتختزن طاقه وضع اكبر؟ ها، معنى ان واي اكبر من اكس ان وزن واي اكبر من اكس، وبالتالي واي هيبقى ايه؟ هي اللي هتختزل او هتختزن طاقه وضع اكبر. تمام يا شباب، تعالوا نشوف العامل الثاني وبرده بنشاط بسيط. قال لك هنجيب حضر رمل كبير، وهات كره كبيره كده مصمطه، وارمي الكره دي على ارتفاع نص متر مثلا في الحوض. طبعا انت ما ترمي اي حاجه في الرمل بتسيب اثر او بتعمل عمق كده او بتعمل حفره، كانك مثلا زي ما بتحط رجلك على الرمل. تمام، وبعدين ارفع الكره شويه مثلا متر واحذفها برده في الرمل. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ الاثر اللي سابته الكره وهي على ارتفاع نص متر غير اللي على ارتفاع متر. مين اللي هيعمل يعني حفره اكبر او عمق اكبر او اثر اكبر؟ الارتفاع الاكبر. معنى كده العمق الاكبر او الاثر الاكبر ده ان الكوره لما بتكون على ارتفاع اكبر بتختزن طاقه وضع اكبر، فالطاقه دي بتبان بقى في شكل الحفره اللي على الرمل. على فكره التجارب دي انتوا ممكن تعملوها، يعني بسيطه جدا، واعملوها في البيت عشان تتاكدوا يعني. تمام، يبقى معنى كده ان من ضمن العوامل اللي بتاثر على طاقه الوضع يا شباب ارتفاع الجسم عن سطح الارض، وبرده العلاقه طرديه، يعني كل ما بعد الجسم عن سطح الارض كل ما الجسم يختزن طاقه وضع اكبر، كل ما قرب من سطح الارض كل ما طاقه الوضع بتقل. تعالوا برضو نشوف سؤال كده بسيط برضو عشان نراجع موضوع الارتفاع. عندي ثلاث كور زي ما انتم شايفين، اي الكرات دي بتحدث عمق اكبر في الرمال ولماذا؟ عندي كره A على ارتفاع متر، كره B على ارتفاع 3 متر، وكره C على ارتفاع 2 متر. خلي بالنا الكور المره دي وزنها واحد، وزنها واحد ثابت، يبقى انا بفكر في ايه؟ في الارتفاع بس. قال لك هنلاقي الكره مين؟ برافو عليكم، الكره B هي اللي هتحدث اثر كبير في الرمل او عمق اكبر في الرمل. ليه؟ لان هي اللي على ارتفاع اكبر، يليها السي وبعدين يليها في الاخر الاي. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا ان طاقه الوضع بيأثر عليها وزن الجسم وارتفاعها. فلو عايز اعمل قانون لطاقه الوضع يبقى هيكون ايه؟ هيكون في الاثنين دول، الوزن في الارتفاع. تعالوا نشوف الوحدات، وحده قياس الطاقه الجول، وحده قياس الوزن النيوتن، وحده قياس الارتفاع المتر. وما ننساش ان انا ممكن مثلا في مساله يقول لي وزن الجسم كذا، ده بشكل مباشر، وممكن يقول لي لا يديني الكتله، يديني الايه؟ الكتله وعجله الجاذبيه. يبقى في الحاله دي كانه بيقول لك احسب الوزن الاول وبعدين احسب منه طاقه الوضع. خلي بالنا يا شباب من المسائل دي. وبنفس الطريقه نعمل مثلث لطاقه الوضع زي ما عملنا للشغل، وزي ما ممكن نعمل للوزن، وزي ما عملنا قبل كده خالص للكثافه. طاقه الوضع فوق بتساوي الوزن في الارتفاع. لو انا عايزه الوزن يا شباب اغطي ايدي على الوزن يبقى هساوي طاقه الوضع على الارتفاع، لو انا عايزه الارتفاع احط ايدي على الارتفاع يبقى هتساوي طاقه الوضع على وزن الجسم، وهكذا. تمام، طيب تفتكروا يا شباب طاقه الوضع ممكن تساوي صفر ولا هي دايما بتبقى رقم كبير؟ ها، فكروا كده. احنا قلنا كل ما نبعد الارتفاع يزيد ونبعد عن سطح الارض طاقه الوضع بتزيد لان العلاقه طرديه، وكل ما قرب من سطح الارض الارتفاع بيقل فطاقه الوضع بتقل. يبقى تفتكروا امتى طاقه الوضع ممكن تساوي صفر؟ برافو عليكم، لما الجسم يوصل لسطح الارض، لما الجسم يستقر الالم هنا رفعه، اول ما يستقر طبعا ده مش سطح الارض، ده الترابيزه لازم تكون على الارض، خلي بالنا، اول ما يستقر على سطح الارض بايه معنى كده ان طاقه وضعه صفر. ليه؟ لان ارتفاعه بيساوي صفر، وهو الوزن في الارتفاع، يبقى الوزن في صفر بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. تمام يا شباب، يبقى اقول له معنى ذلك او ان الجسم سقط على سطح الارض، او الجسم كده موضوع على سطح الايه؟ سطح الارض. تمام، طب تعالوا نخلي بالنا في كده حالات كده بسيطه لازم نخلي بالنا منها في الزياده والايه والنقصان، سواء في الوزن او الارتفاع بتاثر على طاقه وضع. ازاي؟ تعالوا نشوف كده اول نقطه، ماذا يحدث في الحالات الاتيه؟ زاد وزن الجسم للضعف مع ثبات الارتفاع. نخلي بالنا يا سنه اولى،
لما يكون في ثلاثة متغيرات أنا عايزة أقارن بينهم لازم أثبت متغير وأسيب اتنين أقارنهم ببعض. فهنا حتى يقول لك مع ثبات الارتفاع، يعني بيقول لك أنت هتقارن لي الوزن بطاقة الوضع، الارتفاع على جنب ثابت عشان نعرف نقارن صح. فبيقول لك إيه اللي هيحصل لو الوزن زاد للضعف؟ احنا قلنا من شويه ان الوزن علاقته الطرديه بالوضع، اتنين كده اصحاب مع بعض ماشيين على بعض، قال لك انت لو زدت انا هزيد، لو نقصت انا هنقص، ما دام الوزن زاد للضعف يبقى اكيد طاقه الوضع هتزيد للايه؟ للضعف. برافو عليكم. زاد الوزن للضعف وقال الارتفاع للنص، طاقه الوضع هيحصل لها هتهنج كده، انا هزيد ولا هزيد مع الوزن ولا هقل مع الارتفاع؟ قال لك اه لا، في الحاله دي الزياده اللي في الوزن بيقابلها نقص في الارتفاع، فده بيعادل ده او ده بيلغي ده، فتظل طاقه الوضع ايه؟ ثابتة يا شباب زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى كده نحل أسئلة على البورد علشان نطبق القانون ونعرف ازاي نحل المسائل. ودايما بقول لكم يا سنة أولى منهج العلوم سهل جدا وبسيط جدا، بس عايز ممارسة، عايز تدريبات كتير وتحل بإيدك كتير، وراجع دايما على القوانين، لأن انتوا لو تلاحظوا القوانين بدأت تزيد مننا. تمام، يلا بينا نروح للبورد عشان نحل مسائل عن طاقة الوضع. يلا بينا بقى مع بعض نشوف مسألة عن طاقة الوضع عشان نطبق القانون بتاعها، وإن شاء الله تبقى الدنيا بسيطة. تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده. احسب طاقة وضع جسم كتلته 6 جرام. خلي بالنا يا شباب، اهو مدينا أول معطى كتلته 6 كيلو جرام، يوجد على ارتفاع 3 متر، أدي تاني معطى معانا، من سطح الأرض، علما ان عجله الجاذبيه الارضيه 10 متر على الثانيه تربيع. يبقى دي المعطيات اللي عندنا، مديني الكتله اهي 6، مديني الارتفاع لو هدينه مثلا مثال عين 3 متر، وطبعا عجله الجاذبيه الارضيه مثلا لو هديها تبقى 10. زي ما قلنا عجله الجاذبيه الارضيه ما بيطلبهاش مني، هو مقدار ثابت كلنا عارفينه بيديه لنا في المساله. ونشوف بقى بعد ما حطيت المعطيات كده على جنب، عيني بقى هو ايه عايز ايه مني؟ هو عايز طاقة الوضع. يبقى على طول اوتوماتيك زي دايما نكون معانا من وقت الكثافة يا شباب، اي مسألة او اي حاجة بيطلبها مني وفيها قانون اكتب القانون، وبعدين لو انا هحتاج المثلث ولا حاجة ممكن اعمله لو هو مثلا طالبها مش بشكل غير مباشر. تعالوا نفتكر مع بعض احنا قلنا ايه طاقة الوضع. بالمناسبة احنا ممكن نعمل اختصارات تسهيلا لنا واحنا بنكتب القانون، ندي مثلا طاقة الوضع تبقى طه واو، تمام، بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن في الارتفاع. ده القانون بتاعنا. اه يا مس، بس هو مدينا فعلا ارتفاع 3 متر لكن ما جابليش سيره الوزن. اه اقول لك بقى، افتكر معايا ان احنا كنا واخدين قانون كده للوزن، فاكرينه؟ كان الوزن بيساوي ايه؟ الكتله، برافو، في عجلة الجاذبية، عشان كده هو مديها لي فوق. يبقى هنا المرة دي خلي بالكم، أنا ممكن يقول لي يديني الوزن وارتفاع الجسم وبالتالي أحسب طاقة الوضع بشكل مباشر، وممكن يديني الكتلة عشان عايزني أنا يشوفني هو أنت عارف قانون الوزن ولا لأ، طب بتطبقه إزاي؟ تعالوا نعوض يلا. الكتلة قلنا إن هي بستة، وعجلة الجاذبية بكام؟ بعشرة، يعني 60. ها بس لا لازم نكمل، فاكرين وحدة قياس الوزن كانت ايه يا شباب؟ نيوتن. اه جبت الوزن، يلا بقى نعوض في قانون طاقة الوضع. طاقة الوضع زي ما قلنا بتساوي الوزن في الارتفاع. الوزن بكام؟ ب60، تمام. طب والارتفاع كام؟ الارتفاع 3 متر، يعني 180 جول. تمام يا شباب، ده كده مثال بسيط ازاي ممكن يطلب مني طاقة وضع. فنخلي بالنا لو سمحتوا ان احنا في الحلقة دي خدنا كذا قانون، بعد كده خدنا قانون الوزن، الكتلة في عجلة الجاذبية، وعرفنا بنحتاجه ازاي، بنحتاجه في قانون طاقة الوضع لان طاقة وضع بتساوي الوزن في الارتفاع. ونخلي بالنا ان هو ممكن يطلب مني مرة الوزن ومرة ارتفاع، فدايما يبقى معايا مثلث طاقة الوضع يا سنة أولى، اهو طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. لو عايزه الوزن احط ايدي كده عليها يبقى طاقه الوضع على الارتفاع. طب لو عايز الارتفاع احط ايدي على الارتفاع يبقى طاقه الوضع على الوزن، وطبعا طاقه الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. نخلي بالنا من حاجه مهمه كمان، الكتله
مش احنا خدنا قبل كده الكتلة في قانون قبل كده؟ ها في قانون ايه؟ الكثافة. يعني ممكن افاجئ ان هو بيتعامل معايا في قانون كثافة ويوديني منه طاقة وضع ازاي؟ يقول لي مثلا مثال، لو احنا عندنا كرة من النحاس او كرة من الالومنيوم كثافتها كذا وحجمها كذا، احسب طاقة وضعها لو هي على ارتفاع كذا. يبقى نخلي بالنا، يبقى في الحالة دي هو بيقول لي هاتي الكتلة من قانون الكثافة وبعدين كملي بقى لطاقة الوضع. فكل دي أمثلة مختلفة للمسائل، أتمنى إن احنا نكون غطيناها، وبإذن الله في الحلقة الجاية بقى نكمل بقية درسنا ونكمل بقية صور الطاقة اللي هي طاقة الحركة والميكانيكية. وإلى اللقاء.